الجهه اليمنى الان للظفره. عبد الله النقبي يلعبها اماميه، محاوله في الطرف الايمن، محاوله خطيره، كره بتلعب لو وصلت لديوب راح يسجل، وسجل ديوب. هذه كراته، هذه اهدافه، هذه خطورته، هو من مواليد منطقة الجزاء. نعم بالتأكيد، لما تسألوني عن مخيت ديوب هو كذلك، هو من يسجل، هو من يبدع، هو من يتألق. وقلت لكم لو وصلت الكرة لمخيت ديوب راح يسجل. انلعبت الكرة على رأس ديوب بالملي تماما، نعم ليسجل، ليتقدم الآن ديوب بأول أهداف هذه المواجهة. لاحظ الكرة من خليفة إبراهيم، أيضا لعب كرة عرضية جميلة جدا من أقصى الجهة اليمنى، طرشها مثالية جميلة على رأس مخيت ديوب اللي يسجل ويتقدم الآن لفارس الغربية بهدف مقابل لاشيء في الإمارة الباسمة. من يبتسم؟ من يبتسم هو فارس الغربية. من يتقدم؟ الظفرة الأهلوب. هنا محاولة خطيرة تبدو لصالح الشارجة، كرة بتلعب خطرة، جول! عودة الملك، عودة الملك يبتسم أخيرا في إمارته الباسمة، وعن طريق البرازيلي رودريغينهو، رودريغو كوستا، رودريغينهو يضع الهدف، هدف التعادل بابتسامة شرجاوية برازيلية ليعود الملك الشرجاوي بالفعل. لاحظ الخطأ الماضي، خطأ عندما عرقل فاندرلي، ولكن رودريغينهو بيسجل هدف جميل من كرة ثابته، يضع الكرة في المرمى على طول والكل ثابت ليعود الملك الشرجاوي، وتكون النتيجة الآن 1-1. الظفرة هدف، الشارجة هدف، هدف حلو لعبها لوب من فوق حارس المرمى، لعبة جميلة من رودريغينهو. البرازيليين يعني عندهم تخصص في مثل هذه الكرات. أيضا رودريغينهو بيسجل هدف التعادل، هي قائمة مستمرة. رودريغينهو بيلعب الركنية والمحاولة والمتابعة، ممكن جول، جول! الملك يبتسم أكثر وأكثر في الإمارة الباسمة، يتقدم للمرة الأولى، يضع هدف الثاني في المباراة، والابتسامة الشرجاوية عريضة الآن عن طريق فاندرلي الهداف. فاندرلي يسجل الهدف الشرجاوي الثاني، ليتقدم الملك الآن على فارس الغربية بهدفين مقابل هدف، بعد أن كان الملك متأخرا بهدف للا شيء. لاحظ الكرة الجميلة، يا سلام المتابعة الجميلة والتمركز الممتاز، يا سلام يا سلام، حطها بشكل رائع جدا فاندرلي، بشكل ولا أحلى فاندرلي. وهنا هذه لقطة، لقطة لقطة سلبي للاعب الشارجة، والهدف الثاني، وبالتالي الشارجة يتقدم الآن بهدفين مقابل ديوب. يرسل كرة عرضية لكن خاطئة، تحولت الكرة الآن للشارجة، فاندرلي الآن لفاندرلي، ممكن يسجل اللاعب البرازيلي الفنان، جول! فاندرلي، فاندرلي ابتسم فأنت في الشارقة يا فاندرلي، فاندرلي والثالث الشرجاوي، فاندرلي والفرحة والابتسامة الكبيرة، فاندرلي يتألق في هذه المباراة بهدفين. وشايف هذه حركة ليوناردو ليما مع فاندرلي، لاحظ لاحظ الكرة الماضية، يتلقى كرة جميلة، كرة إلى الأمام والمتابعة بعد ذلك، والكرة في المرمى، كان في الكرة الماضية أيضا حمد إبراهيم، ولكن الكرة لاحظ جميلة جدا من حمد إبراهيم، لاعب الوسط حمد إبراهيم مرر تمريرة جميلة، يا سلام، الله على هدف جميل ولمسة جميلة من فاندرلي. إنه الهداف البرازيلي الرائع صراحة، هو واحد من أروع المحترفين في دورينا في هذا الموسم. نعم المهاجم البرازيلي الشرجاوي فاندرلي سانتوس يضيف لي الظفرة، كرة بتلعب أمامية، محاولة للظفرة، جول! هدف، هدف لفارس الغربية، هدف ثاني الآن للظفرة في هذه اللحظات، يأتي الهدف الثاني، تقليص الفارق. لاحظ الكرة ولاحظ المتابعة، أوه من يوسف سعيد، لاحظ الكرة الماضية والهدف، الهدف، الهدف اللي أتى أعتقد من يوسف سعيد، وبنيران صديقه عبد الله عبد القادر هو اللي لعبها وتابعها، فعلا فعلا يوسف سعيد. عموما لاعب الشارجه يضع الكره في مرماه، واضحه اللقطه الان تماما،
يوسف سعيد يضع الكرة في المرمى ويسجل هدف بالخطأ في مرمى لتكون النتيجة الآن 3-2. تخليص الفارق بالنسبة للظفرة. مباراة الآن تأخذ إثارة أكبر. عبدالله عبدالقادر بديل إذا موجود في الشوط الثاني، هو اللي لعب الكرة الثابتة.